فيها هي رعاية مصالح الأعضاء فيما بينهم، مصطفى هي تقديم الخدمات والمساعدات عند الحاجة، هي تنظيم معاش للشيخوخة والعجز والوفاة والتأمين الصحي، العمل على كفالة حقوق الأعضاء في الأداء العلني. ودي خطوة احنا لغاية النهاردة كمجلس محدش تطرق ليها إطلاقا، لأن أنا عضو نقابة المياه الموسيقية، عضو عامل بنقابة المياه الموسيقية، وعضوين داخل جمعية المؤلفين والملحنين. أنا عضو عامل في الساسية المؤسسية باريس، شاعر، وعضو عامل ملحن في جمعية المؤلفين والملحنين. النقابة القانون بيلزمها بمتابعة حق الأداء العلني للفنانين داخل وبخارج مصر كمان، دي عمر ما تطرق ليها أبدا أعضاء مجلس الإدارة في جلساتهم ولا تكلمنا فيها. بلاقي دايما أفكار لزملاء لهم مطالب مشروعة. أنا يا جماعة تاني بحلف بالله أنا لست ضد النقد أبدا، أنا بس دايما بحب النقد يكون نقد بأدب ويكون في محله. يعني انتقدني براحتك بس خليك مهذب وانت بتنتقدني. ده بتكلم على دوري الإداري، خلينا سيبونا من دوري الفني. يعني لما نتكلم هنا على دور نقيب المياه الموسيقية، رئيس مجلس إدارة نقابة المياه الموسيقية، أنا مش ضد النقد خالص، انتقدني براحتك بس خليها بشكل مهذب وخليك راجل موضوعي. ده أنا بتكلم ده بالنسبة للسادة الزملاء أعضاء الجمعية العمومية أو حتى حاملي التصريح اللي هم بيعملوا تصريح بالغنى. خليك مهذب، خلي مطالبك مشروعة، خليني أحس إن ليك هدف من اللي أنت بتطلبه. أنا عشت الحياة، أنا مش جاي من مثلا أدير من كلية الهندسة، أنا عشت حياتي راجل بكتب وبلحن وبغني. فلما بلاقي مطالب وهي مطالب مشروعة بيقرها القانون، إن من ضمن ما يفرضه القانون علينا هو توفير العمل للأعضاء. كلنا كنقابات، وأنا بشوف زميلي وصديق الدكتور أشرف زكي نقيب المال التمثيلية الأيام اللي فاتت شفت له وهو ساير ويعيني ليه حق، لأن زمايله بتطلب منه العمل في الوقت اللي احنا بنقول فيه في شباب كتيرة موهوبة دلوقتي لها برضو الحق في انها تخبط ببان المهنة اللي بتحبها. فأنا بشوفه هو بيعاني، كلنا بنعاني من حتة ان كل الزملاء عايزة تشتغل. لما بلاقي حد بيتكلم بموضوعية في الموضوع ده بتكلم معاه. القانون ده لما تأسس أو اتعمل سنة 1955، زي ما قلت لحضراتكم لما جت سيرة الغناء العربي تنشئ نقابة، ما كانش فيه حتى العدد اللي يكفي من الموسيقيين مصر ان هي تنشئ بيه نقابة، فكان عدد الموسيقيين قد كده. النهاردة أعداد الموسيقيين في تزايد مستمر. طب تعالوا بقى كفنان، أستاذ حلمي عبد الباقي قاعد راجل مطرب، أستاذ خالد مطرب، معانا مين مطربين في زملائنا تاني؟ أستاذ أحمد العيسوي راجل مطرب. احنا هل فينا حد ممكن يبقى فيه عازف شاطر او نياتي شاطر او كمانجاتي شاطر او درامر شاطر او طبال شاطر او دفاف شاطر او رقاق شاطر وما نبقاش كلنا بنجري عليه؟ بالعكس، كلنا نفسنا يبقى معانا الشطار دول، والشاطر ده هو اللي بيصنع نفسه. فلما تكون شاطر وتكون راجل حافظت على قيمتك الموسيقية كلنا هنلعس وراك عشان تبقى عازف عندي. انا هبقى بتمنى انك تكون عازف عندي، انا او زميلي احمد العيسوي او زميلي خالد بيومي او زميلي حلمي عبد الباقي او اي مطرب في الدنيا. لا يمكن كنت هسمح لنفسي في يوم من الايام لو انا بغني ان النقابة مثلا بتفرض عليا بتقول لي شغل ده اشغله ليه؟ اشغل واحد ليه؟ انا بدور على الشطار اللي شغلهم. فتوفير العمل زمان في قانون 55 ده قصة، وتوفير العمل دلوقتي انت قادر تماما، لان عندك زميلك من نفس جيلك ومن نفس عمرك وفي نفس مهنتك وارتقى بنفسه ورقى نفسه وعلى نفسه ماديا وادبيا ومعنويا وفنيا وثقافيا وكل حاجة شكلا وموضوعا. فلما الاقي واحد، انا اسف تاني، الاقي واحد معروف عنه انه مثلا ده شخص من اشخاص عامل مناضل، واحد بتاع مخدرات، واحد بطلع ملفه هنا لينا ملفه مزور طول الليل والنهار يقول شغل الاعضاء. طب انت بقالك 20 سنه ما بتشتغلش، انت جيت في الوقت بتاعي عايز تشتغل؟
طب هل انا وانا قاعد مع حضراتكم ما نفسيش ان كل يوم يبقى عندي حفله وفرح؟ طب الاستاذ حلمي مش عايز كده؟ طب الاستاذ احمد عيسو اكتفيت بالغنى؟ استاذ خالد مش عايز تغني؟ كلنا عايزين نشتغل، بس السلعه الفنان ده عرض وطلب، سواء كان مطرب او عازف او ممثل. والا لو هي الحكايه كده، لو لازم الرؤوس تتساوى، ما كانتش بقت في اجابه اللي بيني وبين عمرو دياب دي كلها. ما شاء الله انا مهما اشتغلت اشتغل ايه، نجوميتي بالنسبه لعمرو دياب ايه، اجابه كبيره بالنسبه لعمرو دياب. ونجوم كانوا حتى في التسعينات زمايله، كانوا زمايله. الفرق بينه وبينهم ان هو راجل عارف يعمل جنب صح في حياته، عارف يرقي نفسه. وفي مطرب تاني تكاسل، تخاذل على نفسه، رضي بالامر الواقع، جاب ورا الدنيا جت عليه. يلا نقول كل حاجه معرض، ربنا سبحانه وتعالى مش بيديك القبول طول الوقت. انت معرض في حياتك، يا الكبوه وتقوم منها، يا انت راجل حابب تستمر في موقعك اللي انت فيه وقعت، وفي زملاء تانية بترتقي، فما تطلبش